سنوات مساء الخير. اهلا اهلا. ما عرفتي شنو هاني؟ وداري الله اعلم. قول ما راه هكا قبل هاك الناب نيس ما كاين ما يدار. تفضل. هلا سي مروح. جلس جلس خذ راحتك. نعم شكرا. الله يخليك سي مروح. عيطت عليا ماما بغيت نقول الاداره العامه ديال الشركه. انا قدرت شي اجتماع طارئ وقلت لك في هذه العشيه تفوجي لك الملفات اللي باقي موجود في الخدمه. فهمتيني؟ غدا في الصباح تكون موجود ياك؟ ان شاء الله انا الصباح خلاص. وغادي نخلي معك الانسه الاول باش تساعدك في الطباعه. غادي نتكلم معها حتى هي. نعم شوف اسي مروح. راني غادي نحرص شخصيا باش الشركه تعطيك تعويضات ديال السوايع. كل واحد راه ما كاينه زياده. ما فيش كلام. ما كاينه زياده نعم ستي. وين الله يعاونك. واخا نمشي. سلام. عندهاش معاك. سلمي لي راه بغاك حتى انت. مراني انا؟ عم الصاب. الو نظيرة. شوفي راه غادي نتعطل اليوم في الخدمه. هي المدير قالك عنده شي خدمه مستعجله ولكن خليني عشاتي. الله يعينك بسلامه. الخدمه بالليل وبالنهار السيبه هادي. شتي دابا انا كون كنت مزوجه كاع ما غادي يقول لي بقيت خدمك. بالحق كان بان اليوم ساليه لا تابع لا متبوع. فكرتي بالانسان الاول. شحال من مرة كنبغي نسولك علاش ما تزوجتيش؟ وانا سي مربوح تخطبت بزاف ديال الخطرات زعما ماشي ولكن ما عمري ما وصلت للزواج. هي اللي خطبني من بعد كيعاود يفسخ. ماشي معقول حرام. مرة هكا في هذا الجمال ديالك وفي هذه الطولة والتجريدة كان على الأقل على الأقل تكون تزوجات واحد خمسة ولا ستة ديال المرات هي قليلة. أحيانا الزين ها هو إوا الزهر الله يجيب. قولي الأنسة الأول. نعم. إلا لقيتي شي ولد الناس اللي يحسن بك تقبلي تزوجي به؟ إوا علاش لا؟ خصو غير يكون كيقدر الحياة الزوجية ويعرف أنني شابة بيضاء البشرة طويلة القد والقامة ميسورة الحال ربة بيت ممتازة وأبدو أصغر من سني بكثير. هذا لمن يهمه الأمر. أنسة أنت كتبان مازال درية صغيرة. قول لي واش تقبلي تزوجي بواحد راجل متزوج على سنة الله ورسوله؟ ويلي يا سي مربوح وياك هو مزوج. يكون على ما شتي شي حاجة ما تولي شحال من مرة تزوج. وهذا الراجل هذا عنده الفلوس اللي عند الحاج ما تولي؟ لا هذا عنده العزيمة ديال الحاج ما تولي عنده الإرادة ديال الحاج ما تولي. من نهار شافك في هذه الاداره هو كيحلم انك تكون انت هي مراته الثانيه. ويلي الحاج مربوح انا ماشي حمقى باش ناخذ الراجل ولادو وزيد انا كنت بغيت مزوجين وشحال من عائله شتتني شحال هادي. لا هذا شكيل اخر. هذا غادي يتزوج بك في السر حتى واحد ما غادي يسيق لينا الخبر. سي مربوح صافي نحبسوا هذا الموضوع الله يخليك. هذا مكان ديال الخدمه ولا انا غادي نمشي نشكى لمرتك. هاك معك. انا نزوك فيك انا كنسحب كل ما قلت. شوفي مشتيني مشتك عرض الله عندك باش تقولي هادشي مولا زدار. نكملو خدمتنا نكملو خدمتنا. ناس الحكام انا جبت لي مرته وهو يتلف. حيين عليكم يا رجال تخافوا ما تحشموا. نظيرة؟ نظيرة؟ أنت بقى فايقة؟ بقى بحد وكنتسنى في مربوح. باقي من جا؟ باقي. وهذا ما شوق الخدمة. عندك يكون ولا يشرب سبيريتو. شكون عرف بحد الله أعلم. نظيرة عسقيني. نظيرة عسقيني عسقيني. بابا مازال فايق. بابا هاني بكيك مربوح ولا يشرب؟ اش غادي نشرب الله يهديك
راه تعرضوا لي الشفاره جبدوا عليا الشفره. الزغبي ما عندك حتى صحه. قول لي لقيتي اليوم عند البوليس ولا لا؟ لا كنت باغي نمشي للكوميساريه الكبيره. الطاكسي اللي شيرت عليه ما كيبغيش يوقف ليا كيشوفني بهاد الحاله كيضرب فيا ويزيد. يا ولي ما داخل البوسطي حداكم سدوه مشاو ينعسو وخلاو اللي بغا شي ما يطلع يطلع. فينا هما وليداتي؟ فينا هو لبنى ونطفى شويه ما نموت وين خويتها؟ ما ويلي دابا راه ما كان مربوح عليا وصافي يتسناو فيه من بعد مشاو نعسو في الصالون الكبير. قول لوليدي الله يرضيك ياك ما كاينش شي هرس ولا فديح. لا لا ما كاينش ما كاينش ياك ما كاينش. بلاتي تشوف وليدي شويه باب شويه عندك صح مقصح. بابا مالك شو الحال فاش انت وليد؟ ما تخافوش ما تخافوش وليداتي رانا بخير وعلى خير ولا يخصني الا النظر في وجهكم العزيز. الله يرضى عليك وليدي احكي لنا هادشي بالتفصيل. وانا كنت في الخدمه المدير كلفني بشي خدمه مستعجله اللي خصك توجدها ليا وخلى معايا ديك الكتيبه الجديده اللي عاد ولات معانا ياكو. بقيت انا كنتسنى خدمنا سالينا قالت لي وصلني لدارنا مشيت معاها معايا ساكنه حدا الشركه. انا رجعوا ما يتعرضوا لي واحد جوج شدوني قشقشوني جاب الله ما هزش معايا المجوهرات ديالي خليت لنا قالوا ويلي قول لي شحال دوك ديال الفلوس؟ 156 ريال. 156 ريال؟ سي زوك هاد المساخيط وصافي. ايوا وجبد واحد الزروطه وقلت كنكسلنا غير البيض الطلع ما نفعونا غير كرا واما كره مول الامانه دا امانتو. الحمد لله اللي ما قتلوك باغا تبقى ضحكه ومعيور علينا. قال ما قال مربوح بقى سهران مع الكتيبه وتعرضوا له الشفاره. نوض شويه عليا نهضر شويه عليك حقرتيني شويه عليا يا انا تقعد نوض نوض نعس قعدني قعدني نشوف صحابي كاليني كاليني بالمخده كاليني صافي تكاليتي تكاليت تكاليت فرزقي يا رابح تكاليت الله خويا مربوح راه الاخوان كلهم في السركه وعلى راسهم زينب المدير كيسلموا عليك وكيقولوا لك ما يكون باس. لا يوريك باس اخويا ادريس لا يوريكم باس. اسمح لي يا سي مربوح انا سببت هاد الدقه هادي. كيفاش تقولي هاد الهضره عافاك راه اللي مكتوب على الزبين لازم تزوفو العين. هاد الدقه هادي مزماليه من اللي كان في كرش امو تغيجي تيطغي. دابا بنادم دابا ولا بغا يخرج ما خصوش يخرج بوحدو خصو يخرج معاه لي كارد كور على هاد الاجرام هذا اللي ولا. السيف راه السبب مسكين ولا غير جالس ما لاقي لا سخن ولا مسخنه ولا عاطيها غير الحسيس الزوانات السمان بغا الفلوس منين بغا يسيبهم من الصفره. هذا جيتي ماشي حدا. مرحبا بلا لا نوال. الله يبارك فيك لاله نظيره الله يبارك فيك. نهار كبير هذا السي دريس. ما يكون بس عند السي مربوح. ليه ليه يوريك بس اختي اش اختي نوال الفوضى اللي ولات كانوا غيقتلوا لي الراجل وخلوني امراه ارمله. لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله نظيره الحمد لله اللي خرجت لي انا غير في الزروطه. اما راه قالوا لي ولاو كيستعملوا السيوفه والزيزوارات ما كاين غير تسرط الحنك سرطوك. السي دريس بسم الله. مرحبا بك لالا. الله يبارك فيك لالا. دريش دوز اخاي بحليوات دوز. هذا السكيل هذا واش مصوب من الزلزال؟ انا طيبه والله ما نعطيك خبار السي دريس انا غير شاريه ما عارفه حتى باش معجونه. يا سواقي يا سواقي. ايوا الحصول سي مربوح خلينا لك الراحه ما يكون باس. لا وريه باش. لا 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 خليك تتغداو معانا. هذا هو الزيد دابا حنا غير سرقنا الوقت باش نزيدو نصوفو ونطبعنوا عليه. ايوا بالسلامه عليك مربوح. الله يجزاك على مغفرة الذنوب يا رب تعزل السيفه. امين. وما عصر الخطوات. الله يرحمك. يجيكم الخير بلاتي نمشي معكم للباب. ايوا هي هذا سي مربوح بسلامة سيدي الله يعاون. بسلامة مدام. مدام مادموزيل الله يخليك. اش قلت؟ هذه ما قشعتي فيها والو. قلت لك مادموزيل زعما أنيسة ماشي سيدة. تا دابا باقي أنيسة؟ وياه. صحة تبارك الله. شتي هذيك شتي هذيك المرأة تبارك الله شتي قداش؟ وعما راه سافت الزواج ولا كحلت بيت عايشة غير هي وما. خويا مالك وقت ما شتي الناس كتجعر بحال شي دري صغير واش ما عمرك كليتي الحلوه؟ واختي نادير انا راني جاي بلا فطور سمعت خويا تعرضوا لي الشفره جيت بلا ما نفطر. صافي رابح مشيت يا خويا نغسل يديا بيد ما تحط الغدا.
رابح شي حاجة هادي تحت راسكم خبي هادي قر قول اش باغي تقول قول. هو بصراحة ولد ميمتي راني كليتها. ايه راني شتك حتى كليتها الحلوة ياك. لا كليت دقة اني سنوات دوخاتني. رابح واش كتكلم من نيتك؟ و صراحة هي ملي كانت باركة وبقيت نشوف فيها جاتني بحال خلعة لهذا الدرجة وكتر وكتر ولد ميمتي تيكون تشوف قلبي بقى يضرب 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 وش تفد تقول بغا يخرج من الكاشوشي وجاتني التبوريشة. وبصراحة ولد ميمتي تبارك الله هي مرأة مقردمة ومرأة ونص مع دي واحد ما يقول وما يدير واحد في كتافه تحمي عليك أنا ما عدي صحة كشتي الوقت خيابت. ايوا وشنو المطلوب مني انا؟ توريا مع تاخذني تاخذني واش غتوكلها واش غتشربها فين غت فين غتسكنها؟ ها وياك هي موظفه وقلت لي ساكنه مع امها غنسكن معاهم انا تيح الله وزيدون انا لا تزوجت انا ما نبقاش هاكل راه غنجمع راسي وغادي نزقر السمطه وما نبقاش غنفزق فلوسي هكا على الخوه وبلا قاعده. لا لا انت نيت كتفزق فلوسك على الخوه بلا قاعده. نظيره نظيره. نعم. اجي تسمعي واحد الخبر صار العجب. رابح بغى يتزوج. مباركم سعود. قول لي وبمن؟ ما طيحلكش على بالك. انا سنوال الكاتبه. واش تي خويا تبارك الله عينو كبيرة. ايوا بصح فين غتجبر حسن منه؟ الطولة ها هي التجريدة ها هي الجود والكرم كاينين. ربي يخليك انا ديال اختي ربي يخليك. طاح الحك في الماء وصاب غطاه تما ها الغطاء. شوف انا بحال إذا كنت بصح ناوي المعقول وباغي تخطب انا نمشي نخطب لخويا. واخا اختي دابا خاصني نمشي نشري وقيله جوج قوالب السكر ورطة ديال النوار ياك. جوج قوالب قلب رابح بركة عليك. مربوح بركة من الطنز. شوف رابح البنت موظفه وانت خاصك تبان بوجهك خاصك تمشي داك الرزيق اللي عندك جبدو وداكشي اللي دينا عليها في الخطبه غتردو لينا من بعد. مشي ليك انس نوال ونحرق عليها رزقي كله. انت عندك شي رزق واش حتى علينا حنا؟ عندي داكشي اللي قسم الله. وشحال غندير دابا في الصداق؟ ويلي يا رابح الا حنا دابا وصلنا شي صداق غنمشيو بعدا ندوي في البنت وديك الساعه ملي تقبل نشوف شحال غنعطيو فيها. ايوا هاد الساعه انا مشيت يلا. فين غادي يا رابح؟ غادي نمشي للحمام نمشي لحسن ماشي رانا عريس. والله هنا ما مشى رابح حتى دارها. وسيدي شوي عليك. وسيدي على سلامتك. الله يسلمك ابنيتي. يا عمك رابح دارها. يا حليلي على وليدي مسكين يا حليلي يا حليلي على رابح مسكين. ماما. نعم. ماما. نعم. اجي اجي راه باسي ديجا. وكاين ابو مسكين عام عطاه الله. مالو شطرا ليه؟ ويلي علاش شطرا ليه؟ قال لك بغى يتزوج. عندو على السلامة نهار كبير هذا. الله يسلمك ابنتي ناظرة. قولي يا ابنتي ناظرة هو رابح بغى يدير التريكة. ايوا با حتى هذاك هو الجن حتى هو خاصو يدير محاله ولا؟ ويلي معمول فاش لي؟ بوسيدي انت شكون قالها لك؟ قال لي المقدم ديال الدوار في عاد حتى الخيمه. قال لي يا نوض راه كيسلم عليك ولدك رابح وقال لك لا بدا ما تحضر ليه الخطبه وانا نفرح. قلت ندي حولي قليله ندي دروبه قليله شو نقول لا ما ندي حتى شي حاجه تنمشي نشوف المراه اللي غادي ياخذ ولدي ونهندزها ونشوفها واش تستاهل ولدي ولا لا. قول هاني با حدو هي عجبك وغادي يطير بالفرحه رابح. يا حليلي على وليدي يا حليلي على وليدي ما غادي يقرب للجواز انا دي راه حتى يتصدق. با حدو يمكن نمشي نصايب شي فريد ديالاتي بنتي ليا بحال دختي شويه في الطريق واخا. الله يرضي عليك يا بنيتي الله يرضي عليك نوبله. تعالي يا بنيتي تعالي 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 يا بنيتي تعالي يا بنيتي تعالي تعالي حنايا وريك هانا بنيتي. قولي بسم الله هانا بنيتي هانا بنيتي. قول لي يا بنيتي فين هو باباك؟ بابا في الخدمة. ياك نوبلة هاد المرأة اللي بغى ياخذ رابح زيناش. ويلي 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 يا با سيدي غزالة كتحمق وقدو في الطول كيشتي هو راه زاد نقص عندنا في العبار. لا هي طوال منه طوال منه؟
تكونش قدي في الطاول تقريبا لا وقيل طوال منك كاع. وهذه هي المرأة سمعتك سمعتك شنو زعما دابا احنا ماشي مراوات؟ لا واه بنيتي نوبنا انت واخا قسي ورا مجيب داكالاك. قولي لي يا بنيتي هما امتى غادي نمشيو يخطبوا؟ داروا معنا بوسيدي اليوم نمشيو نتعشوا عندهم كاملين. ياك سبحان الله شكون قال وليدي رابح غادي يدخل القفز ديال الجوزيه. وليد على سلامتك. الله يسلمك وليدي. يا حليلي يا حليلي يا حليلي على وليدي. زيد زيد عنقني يا العريس زيد عنقني زيد عنقني. انا حشمان منك الوليد ملي شفتك غرقت بيا الارض. هادشي بس ما كاين الزواج ماشي عيب. وليد على سلامة. الله يسلمك وليدي. سلامة. الله يسلمك. الله وليدي مربوح سخيتي بخويك رابح. ايوا اش غادي نديروا هذه هي سنة الحياة. نظيرة لبنى أسربي راسكم خلاص احنا زعطلنا على الناس. اجيوا لطفي فينا هو كاع ما شفتو؟ لطفي داير مع الجروب من تما غيدوزو لدار العروسه. يا ايوا انا نمشي نبدل عليا هاد الجلابه. قول لي شريتو السكر؟ شريناه با وشرينا حتى الشمع. مزيان هنيتوني ياك هنيتوني. أنا والله يزعل كل سين باركم سعود. أمين السي إدريس بارك الله فيك. والله يرضي عليك من حتى نوصيك تهلا في زوجك تهلا فيه مزيان ها بلا صوروط بلا فسوس بس تحافظي على عس الزوجية والسمعاني. سمعتك سمعتك السي إدريس. يولي لي حشمنا يا ربي. السلام عليكم. وعليكم السلام. رابح الله يكمل بخير. أمين السي إدريس أمين. شوفك يا رابح أتها الله اللي عفف نوال راه بنت الناس وحسومية. والله لا يحس من الناس إدريس. الله بعيدا هيا وزوف أنا غامسين سوف سخالي خليت لكم هاتسعى الراحة. سلام يا سي إدريس. الله يسعى كل سوف باكم سوف. أمين يا سي إدريس بارك الله فيك. الله فيك كتخدمي أنوي ويل. أنوي ويل شنو أنوي ويل تاني؟ زعما بغيت نصغر لك السمية بغيت نبسط معاك. ولكن هذا هو البسط غير بلاش. بغيتي شي حاجه سي رابح؟ بغيتك تي. اه هي الاولى نصبقوك يا سيدي انت الاول شنو حب الخاطر؟ بغيت عارف قادس معاك هكا تي خدامه وانا نحنزص فيك. ايوا لا واه لا واه لا واه السي رابح هذه اداره ومحل خدمه وماشي محل ديال التحنزيز. لا ماك ما تيش مراتي. رابح اش كدير هنا؟ هذه رزقي. رزقك؟ ايوا 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 واش تفمك عندك قالك رزقك؟ شوف يا راه النهار الاول تيموت المش تزيدي كلمه وحده نهرسك تنقوشك. ليه ليه حيك ولا تمنك ولا يوصل يدك رجليك. ايوا هاك على نص بلاصه. نص بلاصه؟ كيفاش يا بلاصه ونص؟ صافي ما معلوش الشيطان الله يهديك. هذاك تشوفيني كنت هكا وتحكريني انا راه الركابي ديالك نقرضهم لي. ايوا حر باش ويلا سميتك راجل حط عليا يديك والله تنبجغك. معلوش الشيطان راه اداره هذه الله يهديك. خصك راسك مربوح هذه مراتي خليني نقادها. اسيدي ما بغيتش نبقى خطيبتك تفرق مني. ايوا لا عليا باليمين الا بقيتي ليا مرا ديك الخطبه حس بها عمرها ما كانت. رد ليا سكري ويلي مربوح ما قدرتيش كاع تصلح بيناتهم. كون زادوا شويه كون وصلوا حتى الجدرمية. كون رابح شنو هادشي؟ مشيت جبت سكري هادشي اللي خلاو من الخنجه لقيتهم داروا لي الزنطق هزطلق.
يقدرش يكتب عليا حيت الا كتب عليا غادي ناخذ المكحله ونشيل ليه المجموجه ديالو. المجموجه شنو هي المجموجه؟ تقدري خليتيها زوينه تجي ونشوف شكون فينا اللي كيشكر. عندو المخوشه في لا شمور؟ لا عندو بفرطوطو بلا شمور. انت دابا ما عمرو جاتك هاد المخوشه؟ ابدا اوليدي. هادشي راه عندنا وراطي وراطي وراطي. هادشي راه عندنا وراطي. عمر نوض شوف الطبيب الدري. واخا بر مختار نوض اولدي نوض كابر ولا نجيبو ليك لا ميلاص. بفرطوطو احنا وقيلا من سلاله العاد الحشري. شاركوا في قناتنا الآن.